السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. النهاردة هقدم لكم محل حلو جدا للشوكولاتات في بورسعيد، سعيد سنتر في شارع محمد علي، معروف جدا. سعيد سنتر في شارع محمد علي قدام كنيسة ماري جرجس، عنده كل ما يخطر على بالك من الشوكولاتات والبسكوتات المستوردة، كل حاجة بأرخص الأسعار. كل الناس اللي جاية من السفر بتيجي عليه، وأهل بورسعيد برضو بيروحوا له لأنه معروف جدا وأسعاره معروفة جدا وحلو جدا. هندخل جوه ونشوف المحل فيه ايه. الحاجات المستوردة برضه، اللبان اللي كل بيجي يسأل عليه 35، اللبان المستورد نسكافيه عامل عرض ب 40 جنيه، عنده اليميش برضه بكل أنواعه، المقشر واللي بقشره، البندق واللوز وعين الجمل والزبيب، وكلها أسعار حلوة قوي. نص كيلو ب 45، نص كيلو ب 45، فكل حاجة بصراحة عنده حلوة في اليميش. عايزه بقى اوريكي الشوكولاتات المستورده كلها اتحاد اوروبي، عندي عليها عرض ب 30 جنيه. كل الرف ده شوكولاتة مستوردة اتحاد اوروبي ب 30 جنيه كلها. دي طبعا عليها سحب جدا، الليون دي عليها سحب عالي جدا، 45 جنيه. زي كل انواع برضو مستوردة. الكتكات بقى العادي دي مصري بس عليها عرض، الخمس قطع ب 40 جنيه، مصر بس عليها عرض، خمس قطع ب 40 جنيه. برضه هنا الحاجات المستوردة، كل الشوكولاتات دي مستوردة اتحاد اوروبي. أسعارها من 30 جنيه ل 40 جنيه، أعلى حاجة ب 45 جنيه، دي ب 25. الأسعار هنا حلوة جدا. دي طبعا حاجات الكندي برضه هتلاقوها عندي،
بقى الحاجات المصري. نوتيلا كده لو صغيرة البسكوتات العادية النوتيلا برضه ب20 جنيه. الهدايا بقى اللي فوق لو حد عايز يهدي حد شوكولاتة أو حاجة. الشاي بقى يا جماعة أنواع وشاي نكهات ده الفرع التاني للمحل للبرفانات والاسبريهات والشامبوهات والشاورات وكريمات الشعر وحمامات الكريم ومعجون السنان. هندخل دلوقتي ونشوف ايه اللي موجود عنده. الشاور ب30 جنيه. اي شاور هنا ب30 جنيه. مجات بقى وكوبايات عادي. شامبوهات مصر ومستورد.
وبرضو الصابون اللي الناس كلها بتيجي تسأل عليه من بره. الصابون بكام؟ أسعاره إيه؟ الصابون ده 45. الصابون الأربع قطع ب45. الست قطع ب50 ده أسعار جملة. والست قطع ب50 ده أسعار جملة. الدوب 18. الدوب 18 بكام؟ ب14 جنيه؟ ده عرض بقى. الدوب الشامبو الكبير خصم 25% يعني. ب 55 جنيه. الشاورات والشامبوات كل حاجة عليها خصم 20%. الشاورات والشامبوات كل حاجة عليها خصم 20%. في البرفانات الفريست كوبي 30 جنيه من 65 جنيه ب 30 جنيه. البرفانات الفريست كوبي من 30 جنيه 30 جنيه بدل 60 جنيه 30 جنيه بدل 60 جنيه يعني اي برفان هنا 50% خصم ب 30 جنيه. الشاور الكبير اللي فوق ده والشاور الكبير اللي فوق 45 35 ب 45 35 والله. ريتلين دول ولا ريتلون؟ ده 4 متر 4 ريت؟ ما شاء الله. بكام؟ ب 35؟ 35 حلو ده. والبرفانات الرجالي برضو؟ البرفانات الرجالي 30 جنيه ب 30 من 60 جنيه. البرفانات الرجالي كلها ب 30 جنيه من 60 جنيه وبرضو الحريمي برضو فرست كوبي برضو. في شاورات برضو تحت اهي نفس السعر الشاورات اللي تحت دي؟ نفس السعر. شايفين الشاورات دي؟ نسبة الهدي بكام بقى؟ كلها عرض مكتوبة 60 نازل لغاية 40. والله نسبة الهدي كلها من 40 من 60 ب 40 جنيه بدل 60 جنيه. حريمي ورجالي برضو. حريمي ورجالي عربي كلها عود. كلها عربية. عود ونسيم وحاجات. حلو قوي. كريمات ومزيلات العرق هنا برضه شامبوهات على خصم 20%. شايف الخصم 20%. يعني تتباع بكام؟ 20% تبقى 45 جنيه ب 45 جنيه. 90 جنيه هيبقى 70 جنيه. اللوشن ب 70 جنيه، اللوشن الكبير ده ب 70 جنيه؟ 70 جنيه. دي ماركة معروفة دي على فكرة. الفازلين دي ماركة معروفة. بتتباع بكام؟ ب 70 جنيه؟ 70 جنيه. حلو جدا دي. الماركة دي معروفة جدا الفازلين ده يا جماعة. حلو. وبرضه اللوشن الدب ده لا نيفيا بكام النيفيا؟ من 125 ل 20 ل 100 جنيه. 125 جنيه ل 100 جنيه. 100 جنيه بدل 125 خصم 25. النيفيا دي برضه ماركه معروفه جدا. الشامبوهات اللي تحت مصري؟ كل ده شامبوه، كل ده مستورد. الشامبوه اللي من الاماراتي كله. كل تحت ده اماراتي. برضه نزلت على تاني. برضه سبريهات تانية وشامبوهات تانية. المحل كله برفانات وسبريهات وشامبوهات. وكل المحل على خاص. ده الجل بقى شعر للرجالي الانجليزي من 50 ل 40. من 50 ل 40. وده الساده معروف اللبناني. وده معروف بقى اللبناني ده كل الشارع. كل الشباب بتاخده بكام؟ 35 جنيه. ب 35 جنيه والله. حلو سعرها. ودي مركز سيدنا ديت ده مصر استثماري خامات مستورده تركي بس متعبي هنا عشان يبقى سعره كويس للشباب. ده خامات مستورده متعبي تركي ب 15 جنيه. حلو سعره ده قوي. يعني عندك الغالي وعندك الرخيص. اللي عايز من ده يتلاقي واللي عايز من ده يتلاقي. شغال من السيد كلها. ما شاء الله.
والجيلات دي كلها برضه رويال ب15 جنيه والجيلات دي كلها ب15 جنيه ده زيت جوزين ده بقى الشعر بيطول الشعر وتقل معروف كل البنات عارفاه ده ايه اللي تاني زيت شعر ده جوز هند زيت شعر جوز هند كل البنات معروف عشان بيمنع سقوط الشعر وبيتقله بيمنع سقوط الشعر وبيتقله بكام ده ب 55 جنيه ب 55 جنيه العلبة على بعضها ولو اتفتحت ما تبص ولا حاجة ما تبصش لا ده بتقعد سنتين ليه لها طبة من فوق اتفتح من طبة بتقعد سنتين حلو الزيت ده زيت شعر للبنات بدل سقوط الشعر ب 55 بدل 70 كل المحل عندك عروض وفيش كل ده ايه ده حمام كريم وفي بالنخاع وفي بزيت الحية ب25 جنيه كيلو ونص ب25 جنيه كيلو ونص ده ب25 جنيه كيلو ونص ده بالبروتين ده حمام كريم بالبروتين حلو برضو سعره حلو قوي ده هي جرام حلو. البروتين ده بيتباع بالجرامات ما انا عشان كده بقول اسعار بصراحة حلوة جدا ده بلسم ده ب25 جنيه لتر 25 جنيه بلسم البلسم ده ب25 جنيه ده مصري؟ جنيه. استثماره برضه استثماري خامات ايطالي متعبي هنا في بورسعيد ده لتر حلو ب25 جنيه حلو برضه مزيلات عرق فوق اللي فوق خالص ده والنيفيا والدوب سبايز والسبيد البنات كلها عارفه السبيد واللي تحت منه ده سيرم بقى زيرو فريز وفي السيرم اللي هو المكاتشو وفي سيرم أملة بكم الاسعار بتاع السيرم ده؟ السيرم معروف اسعاره غاليه شويه بس احنا بنحاول نعمل خفاض للزبون عشان سعره غالي عشان هو معروف ده معالج للشعر وبيمنع صوت الشعر ايوه تيروشوب معروف ده طبعا تيروشوب انا هسيبه 75 برضه عليه خصم 10% تقريبا والله وفي زيرو فريز 175 نازل لغاية 150 والمقدش من 120 نازل 100 جنيه انا حوالي 20% خصم برضه ما شاء الله واللي تحت دي برضه نزلات عرق نيليا 25 جنيه من 35 الماني 25 من 35 ده الماني حلو زيت شعر الفازلين برضه كان ب 110 نازل لغاية 90 ما ادري الفازلين دي معروفه قوي يا جماعه زيت الشعر ده بكام؟ ب 90 ينزل كمان 10% ينزل كمان 10% قول ب80 جنيه زيت جونسون ده بقى اللي هو خالي من المواد معروف طبعا الجونسون خالي من اي مواد كيميائيه ده للجلد والاطفال بيدهنوا بالشعر لهم عمر شهور يعني ايوه والنيفيا ده منظف بتاع الوش بتاع المكياج بتاع الميك اب طبعا بينظف الوش مكان المكياج عشان ما يخليش بقع في الوش والكلام ده بيغذي البشره مكان تفاعل المكياج والكلام ده موضوع زيت شعر برضه الفاتيكا معروف برضه سان سيلك معروف الفاتيكا ب 12 ونص ب 12 جنيه ونص ينزل من 12 ونص وده زيت سان سيلك من 45 35 ينزل كمان 12.5% من 30 من 30؟ 30 حلو وده الزيت ده بقى اللي هو التيروشوب ده الزيت اللي هو اللي اسمه زيت شعر بجوز الهند ممتاز جدا برضه دي كريمات للشعر بقى دي كريمات للشعر للشباب بقى تصفيفه كريمات تصفيف ب 20 جنيه ب 20 شايفه وده بقى الماسك الوقتناع ده برضه ب 20 كل ده ماسكات وموزات الماسكات كلها ب 20 كل ده ب 20 جنيه حلو كل ده ب 20 حلو ب 20 جنيه وده كريم فرد برضه الشباب كله بياخده ب 25 جنيه ده كريم فرد ب 25 جنيه هيردو سعره حلو وماركه هيردو ده ماركه كبيره جدا وماركه برضو ده بقى الماسك بقى والحاجات اللي هي بتاع دي ماسكات بقى للوش بالفراوله والمغذيات والكلام ده وفي بالفحم بالنكهات بالفحم بتاع الفحم ده مطلوب 3 شاور كانوا ب60 نازلين لغايه 40 جنيه 3 شاور كانوا ب60 عليهم خصم ب40 جنيه 40 جنيه كل قطعه بريحه فيهم قطعة واحدة عربي العربي طبعا الحاجات العربي بتبقى غالية شوية برضو نازلين خصم معاهم مشاورات اللي تحت
معطرات بقى جو ب 20 جنيه معطر فريش اير. المعطر ده ب 20 جنيه؟ اه. زيت شعر كشكينج ده هندي هندي. شايفين زيت الشعر ده الهندي ده؟ ده هندي هندي كشكينج. ده بيمنع صوت الشعر. بيمنع صوت الشعر ويطوله. بيطوله مع شبه ضمان يعني اللي يستخدمه وما عملش نتيجة بيجيب العبوة فاضية وياخد فلوسه تاني. لا مش للدرجة. لا. صحيح؟ خطير جدا. بالضمان. والشامبو بتاعه اللي فوق ده خطير جدا. الشامبو ده برضو بقول لك بالضمان. بالضمان. تستعمليه ما جابش معاك نتيجة ترجعي تاني بالعلبة. يجيب العلبة فاضية. بس مش تفضيها وتجيبها. ما انا. حمامات كريم بقى اللي فوق دي كلها الملك والكلام ده. حمامات كريم كلها. اسعارها ايه الحمامات الكبيره دي؟ 35 جنيه. ب 35 جنيه؟ 35 و 30. 35 و 30 والباتيكا ب 35 يعني هو كيلو. حلو ده هو كيلو. هنا شامبوهات بقى. الشامبوهات بتاع الكرياتين. البروتين اللي عامله شعرها كرياتين. اللي عامله شعرها. البروتين. ايوه. في الشامبو والبلسم بتاعهم. طبعا عشان الكرياتين بيبقى حساس ما يسقطش الكرياتين من على شعرها لازم تستخدم شامبو معين. في شامبوات مخصوصه زي التريزمي كده برضه ده ماركه. والهيرب الاسانس ماركه برضه. بكام بقى؟ ده بيعمل حوالي 70 جنيه. 70% خصم 10%. الشامبو كانتون دي برضه الشامبو اللي فوق ده كانتون ده. الشامبو ده؟ ده ده شامبو فيه بلسم بتاعه برضه الشعر الكرياتين. شامبو البلسم بتاعه للكرياتين. ده ب 175 نازل ل 150. ب 150 وال 175. برضه حاسس. خدي مجموعة زيوت الشعر طبعا اكيد كلنا عارفينها. زيوت الشعر بقى. كذا نوبة أيوه. بقى بالثوم وفي بزيت الحياة وفي بالجرير. دي معجون الأسنان ده بكل أنواع. ده حمامات كريم كلها. حمامات كريم كلها. فاشكول والسبيد سبيد دي ماركة وفي الهارد ده ماركة برضه والنتائج الطبيعية الحاجات دي كلها حمامات كريم بالزيوت طبيعية ما عليهاش أي خليط خالص ما فيش أي كيماوية كيماويات ما فيش كل ده عليه خصم 10% كل ده مستورد. كل ده مستورد. كل ده مستورد. هو الحلو في المحل ان فيه مستورد ومصري ما لازم وعربي برضو. يعني يعني ما انت لازم المصري يبقى موجود النهارده. اقول لحضرتك حاجه اخويا وابني وابن حضرتك بيشتغل في المصنع لو ما اشتغلناش في المصنع هنقفل مصانعنا لازم ده موجود وده موجود وبرضه اسعار المصنع حلوه النهارده الشغل المصري اتطور ما عادش الخامات اللي هي بتاعت زمان لا كل الوقت اتطور يعني هي بتبقى خامات مستورده بس بيبقى التعبئه مصريه بتبقى سعرها حلو وفي نفس الوقت قريبه شويه السعر من الزبون المستورد غالي جدا طبعا في له زبونه ده له زبونه وده له زبونه النبي ده بقى ده طول عمرنا كنا بنشتغل بيه طول عمرنا ولغايه دلوقتي لغايه دلوقتي دي الكريمات بقى بتاع الفرد بتاع الشباب بقى اللي هي الداكسات والكلام ده بتاع السشوار والكلام ده وده الكريمات المرطبه وكريمات شعره كلها بتاع مع كل الاسنان بقى بكل انواعها. المعجن بقى السيجنال والسيجنال وايت مغير الاسنان وهنا بقى بص حضرتك كل ده السنسوجين بتاع اللسه الحساسه بقى درجه اللسه الحساسه والدوس الحساسه. يعني الرف ده كله للسه الحساسه. اللسه الحساسه وفي بقى بالاعشاب وفي بالليمون هيربل. شايفين بالاعشاب ده؟ لغايه برضه الاطفال برضه. وللاطفال. ما ينفعش نساهم والاطفال وهم في الاوضه ده. ده بيبقى طعم الفواكه. بتاع الاطفال ده بتاع من فواكه على اساس تشجع تبني كل ده اللي لسه الحساس تشجع برضه الاسبرايات برضه الاسبرايات الاسبراي اللي فوق ب 15 جنيه ب 15 جنيه خالص ده ب 15 ب 25 ل 15 من 25 ل 15 الاسعار حلوه قوي في المحل لازم عشان عشان الكل
وكمان عشان راس السنة اهو، كل سنة وانتم طيب بقى. كل سنة طيبين، كل مصر كلها طيبة ان شاء الله. يا رب يا رب. ويدخل علينا عيد الاخوة المسيحيين كل سنة. ايوه كل سنة هم طيبين. مع بعض في وطن واحد ان شاء الله. اه طبعا. امين يا رب. نيجي بقى للباترينا، نبقى قناة الاوريجنال، قناة الاوريجنال كلها، اوريجنال كلها، في منها حريمي وفي منها رجالي، كلها الماركات دي كلها ماركات عالمية اوريجنال. دي بقى بتبقى جاية من غير العلبة، بتتباع بحوالي 40% من ثمنها، يعني الزل ثمنها بالعلبة حوالي 2400 بتتباع ب 600 جنيه، يعني عشان من غير العلبة بس، عشان من غير العلبة دي بتبقى جاية من الأسواق الحرة والبطن. يعني هي كلها اوريجينال بتتباع من غير العلبه ب 600 جنيه وهي اصلا ثمنها 2400 جنيه. وبتبدا من 300 ل 600، من 300 ل 600 في ال 50 مللي وفي ال 100 مللي. برضه بكل انواع، كل انواعها تقريبا 70% من الانواع كلها متواجده عندنا. كل دول برفانات براند، كل دول برفانات براند وسعرها رخيص جدا. ليه؟ عشان هي من غير العلبة، لكن هي فعلا اوريجينال. هل ده عربي؟ ده عربي، ده عربي، سول عربي. بس كلها ماركات برضه على فكره. ما كل ده ماركات. ده عربي معاه السبريه والبرفان بتاعه. اللي عايز هدية بقى ولا حاجة. 350 350 جنيه. كان سعرها 600 مثلا. من 600 ل 350. ماركات معروفة طبعا. المحل هنا مكانه في شارع محمد علي في محافظة بورسعيد، على يدك اليمين وانت جاية من المحافظة. لو انت جاية من شارع السفر، من طريق سفر، هتلاقيه على يدك الشمال، مظبوط كده؟ سعيد سنتر. قدام كنيسة ماري جرجس. بصوا يا جماعة، دي برفان السيل حمراء اللي الكل بيطلبها، كل الستات بيدوروا عليها وبيسألونا عليها، موجودة هنا في المحل. الهاي كوب بتاعها بكام؟ 120. ب120. الهاي كوب بتاعها ب120، بس فعلا تحفة، تحفة جدا. ما تفرقش عن حاجة، ما تفرقش خالص عن الاوريجينال خالص. وفي برضو كل الوانها، مظبوط؟ الالوان التانية بتاعتها دي برضو، دي برضو
السي البنك. البنك السي البنك دي، دي السي البنك، بس الحمرة مطلوبة اكتر، بس موجود عندك يعني كل الالوان لو انت محتاجة دي او محتاجة دي او حابة الريحة دي او حابة الريحة دي. هي البنطلونات بالذات ازواق برضو ب 120 صح؟ تمام 120 120 هاي الكوبي بتاعها ب 120. وفي السي السودا، السي السودا برضو ب 120. كل انواع السي موجودة هنا. الهاي كوبي ب 120 مطلوبة جدا جدا، مطلوبة جدا. وفي السي الوايت البيضة، السي الوايت اللي هي البيضة برضو مطلوبة على فكرة، برضو مطلوبة جدا، برضو ب 120، برضو ب 120. كل المحل هنا صراحة يعني البرفانات الهاي كوبي عنده سعرها حلو جدا، والاوريجينال برضو اللي احنا وريناه لكم برضو سعره حلو جدا، اسعاره حلوة جدا. اسعاره الخرصة ليه؟ هو عشان بس من غير العلبة، لكن هو فعلا اوريجينال وبراند عادي. دي برضو معروفة، دي برضو البرفان ده معروف جدا. جولد جيرل، جولد جيرل، جولد جيرل، جولد جيرل بكام؟ 120. ب 120 يعني اي هيكوبي بقى عندك حريم او رجالي بال 120 برضو. حلو جدا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلو قوي فعلا. انا شفت صورت انا قبل كده الاوريجينال بتاعها فعلا، برضو ب 120. هتيجوا هنا يا جماعة يعني هتاخدوا كل حاجة، البرفانات، الاسبريهات، شايفين يا جماعة ساعة سنتر، محلين ما شاء الله جنب بعض، محل الشوكولاتات والهدايا والمحل التاني البرفانات والاسبريهات في شارع محمد علي في محافظة بورسعيد. وانت جاية من طريق السفر هيبقى على ايدك الشمال، وانت جاية من عند المحافظة هيبقى على ايدك اليمين، قدام كنيسة ماري جرجس. الشوكولاتات بعروض، كل الصلاحيات بتاعت الشوكولاتات كلها جديدة، ماشي بصغير ولا حاجة. هو بس المحل عامل عروض لانه في مكان مميز جدا في المحافظه بصراحه، وكل الناس الغريبه بتيجي عليه على طول، وبرضو اهل البلد عارفينه وبيديله بالاسم. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. لو عجبكم المكان ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم وتقولوا لي رأيكم، رأيكم بيهمني جداً.